السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيلو علي من يشيلو اليوم؟ أني نتفرج دي فيديو صلفة سور يوتيوب سور براتيكمون توت لا طوال على اون سيرتان نادية بالفغول، ان تريك بالفغول على كل حال، ممثلة اللي خرجت وقالت اللي قالت على كل حال. فمعظم الرجال الجزائريين اللي مكبوتين وريو يسودوا لهم وما إلى ذلك، ما غاديش نعاود على كل حال اللي قالته، ما لا يهمني لا من بعيد ولا من قريب. إنسان اللي نظن يستفزه الكلام هذا، وإنسان يمكن شك في الرجولة نتاعه، ولا ما إنسان اللي ما عندهش مشكل مع الرجولة نتاعه ما شكيتش باللي يستفز من هكذا سفالة، ماشي مشكل. وأنا الهدف تاعي بسيط، أنا متيقن تمام التيقن باللي الناس اللي موالفين يشوفوا لي فيديو تاعي ما نحكيش عليهم، مي اللي عمرهم ما شافوا لي فيديو تاعي وهذه لا بروميير فوا دخلوا يشوفوا، باسكو صابوا نادية بالفغول، رد على نادية بالفغول لا أكثر ولا أقل. وهذا هو المؤسف، هذا ما يجعلني أتساءل، ما مفهوم الرجلة عندكم؟ أنه تجي وحدة يعني السفيه لا يؤخذ منه حتى تكلمة باش إنسان ينوض ويستفز، ما استفزكش النظام الفاسد الفاسق السافل الجزائري اللي راه يستبيح في عرضك، اللي راه يستبيح في تربية أولادك وتربية أهلك، اللي راه يستبيح في قوتك اليومي، اللي راه يستبيح في أدنى حقوقك كمواطن جزائري. ما استفزوكش هذا الشيء، ما استفزوكش أنك أن الرجل في الجزائر أصبح عرضة وكأنه يراد منه أن يخصى معذرة على الكلمة. ما استفزكش هذا الشيء، ما استفزكش الفقر المدقع اللي راهم عايشين فيه العديد من المنسيين اللي ضمنيدو لا تير، واللي ما استفزكش الافلان اللي عاد بقوه وعاد الكادر والتصويره والتبلعيط والكذب والنهب والسرقه. ما استفزكش معتقلين رأي راهم في السجون لا لشيء إلا لأنهم أرادوا لهذا البلد أن يكون أحسن مما هو عليه. ما استفزكش، ما حسيتش باللي الرجولة نتاعك نقصت، ما حسيتش باللي الرجولة نتاعك نقصت كراك تاكل في الرخص بالمغرف كل يوم. ما استفزاتكش قوارب الموت اللي راهم ياخذوها الشباب نتاعنا كل يوم كل يوم بالآلاف؟ ما استفزكش، استفزاتك بالفغول ولا بالغول ولا ما نعرفش هو. والله العظيم لا ابكي على الرجولة نتاعك، وكأن الجزائر تتعلق ببعض الجزائريين، وكأن مصير الجزائريين مصير الجزائر يتعلق ببعض الجزائريين، والبعض الآخر راه معلق الرجولة نتاعها عند نادية بن فغول وأشباه نادية بن فغول وما أكثرهن. مشكل ما راهش في نادية بن فغول، مشكل راه في فهمك للرجولة. السلام عليكم ورحمة الله.